الحفلات الجميلة الحلوة الزمن الجميل. دورك يا أمي يا ست الكل يا عروسة تعلم أولادك الشباب الصغير أطفالنا الحلوين يحبوا الأكلات اللي هي لها الشعار المصري. أكلة البصارة دي معروفة مصرية من أيام الفراعنة، الملوخية الناشفة اليابسة نشوف إزاي هنستخدمها مع الفول المدشوش، مقاديرها على الشاشة، تفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم خرافي. معانا فول مدشوش يتغسل ويتنقى الأول ويتظبط ويتحط في مية ويتنقع من بالليل عشان ما ياخدش وقت كتير على النار ويخلص لك أبوبة البوتاجاز ولا يعلي الفاتورة. حلو الكلام. معانا ملوخية ناشفة اللي هي اللي بتتحضر وتتكرم، المصطلح العلمي ليها تتكرم، يعني ايه؟ تتنخل كويس وتبقى ناعمه لطيفه كده زي الفل، لان الملوخيه طبعا بتبقى ورق وبعد كده تنشف ونبدا ان احنا نفركها. ومعانا بصل ومعانا ثوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وشويه كمون اساسي، لان الفول لنا مشاكل معاه مع الغازات الانتفاخات ما بنرضاش ان احنا نتقل فيه شويه. حلو الكلام. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. دايما يقولوا لي على السوشيال ميديا شيف مغازي بصراحه انت بسيط، انا ببقى الاكله شايفها صعبه كتير وتفاصيلها كتير وشايفه ان هي يعني قدر قلبي مش متوعد اخش عليها، انت فجاه تكون عملتها ساحر؟ لا بالعكس، انت تحب المطبخ بس يا اختي، خليكي تحب المطبخ، خليكي ليكي كده رغبه في انك تخش المطبخ تعملي حاجه حلوه، الحاجه تطلع معاك زي الفل. طاسه على النار او الحله اللي هنعمل فيها البصاره، بنحط شويه زيت صغيرين عشان عايز احمر بصلايه. بصلايه هتاخد بصل يا شيف؟ اه. شوف بقى الطريقه اللي تعجبك دي، اوعى تحط بصلايه نيه مع البصاره يوم والتاني مثلا، ولا هتلاقي ريحه البصله مش لطيفه في قلب الايه الفول. هناخد البصلايه دي كده بنقطعها، اللهم صل على النبي، تقطيعه ناعمه كده يعني لان هي هتتفرم في الاخر. اهو بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد البصلايه دي يا عم الشيف بعد التقطيعه دي كده بنشوحها في شويه زيت. حلو، تاخد لون تاخد طعم، ننزل عليها بالفول اللي احنا غسلناه وبعد ما غسلناه نقعناه والمية بتاعته بنتخلص منها غير مية القمح. حلو الكلام. البصلية تنزل هنا كده، اللهم صل على النبي، البصلية بتتكلم مصر في قلب الحلة. اهي بنحط عليها شوية ملح. حلو، ونقلبها. خلص الكلام، تقليبة حلوة كده. اوعى تنزلي بالفول خالص دلوقتي لغايه لما البصلايه دي نشم ريحتها كده، ريحه الاحمرار. آه. حلو، دي مهمه جدا على فكره. اشوف بغاز احنا بنحط الفول ني، لا 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 انا عايز احمر بصلايه قبل ما احط الفول عليها. طريقه جربيها. آه. نيجي للفول بتاعنا الحلو ده كده. تعالى يا غالي. فول المدشوش. تشتريه من عند الراجل العطار. بيتغسل. من فضلك شوفي تاريخ الصلاحية على الكيس، بص على الفول قبل ما تغسليه وتتعبي عليه، لأن وارد يكون مخرم وفيه حشرات صغيرة. طبعا مش عايزين الكلام ده خالص، يبقى سوء تخزين بقاله كتير وده ممكن نشوفه. الفول قبل اهوت معانا أساتذة المصورين، اهو ده الفول معانا. طبعا الحلقة دي او الطبق ده بالذات بهديل للمبتدئين في المطبخ، الأمهات اللي بيتابعوني دلوقتي انا بالنسبة لكم تلميذ صغير في مدرستكم عشان نبقى واضحين كده من البدايه، عشان الام اللي بتشوفني دلوقتي او بتتابعني في الريف المصري او الصعيد المصري، لا انت ست الكل على راسي من فوق. انا لا، الحاله دي بهديها للمبتدئين في المطبخ اللي هي عايزه تعمل لجوزها بصاره علشان بيحب ياكلها عند مامته. خلي بالك تاكليه بصاره، تاكليه كوارع، تاكليه عكاوي، الراجل ده ما يقدرش ان هو يستغنى عن مامته. اه، ولو استغنى عن مامته هيستغنى عنك. اه، اللي ملوش خير في اهله ملوش خير في حد تاني. الفول مدشوش اهو مش مخرم ولا حاجه وزي الفل زي الفل. اه بصوا عليك كده حبايبي. اه اه، لازم دي المرحله الاولى، تاخد الفول وتشتريه يبقى زي الفل كده. اه، خديه اغسليه مره واثنين وثلاثه، لو في قشر ولا حاجه شيليه منه، ولان القشره مش هتنطحن، وبعد كده تنقعيه في ميه وتخلصي من الميه بتاعته، هيبقى معاكي بالشكل ده كده. دي المراحل واحد اثنين اهو. حلو، يبقى دي واحد اشتري الفول ازاي اشتريناه، رقم اثنين نقعناه، رقم ثلاثه عمليه الطهي. اه، بصلايه تاخد لون بالشكل ده كده. حلو قوي اهو، تسلم ايدك. والبصليه بتتحمر يا عم المغازي. هنعمل ايه؟ قرن فلفل زي ده كده، حلو محترم اهو، ما يكونش فيه بذر طبعا.
لان البصاره من الاكلات اللي يبقى فيها شويه سبايسي، فيها طعم عالي شويه. وننزل بقى هنا كده حلو قوي، وناخد الفول بتاعنا الجميل ده كده نسقطه على ايه؟ على الحاجات الحلوه دي كده. اوعى تحط كمون دلوقتي يا ست الكل، الكمون لما بيتغلي بيمرر، خلي بالك. اخواننا محلات الفول المشهوره المحترفين منهم يعني دايما يقدم لك على الترابيزه او على السفره بتاعتك وانت قاعده بتاكلي ملحتين، واحده فيها كمون وواحده فيها شطه. ايوه الفول يحب الشطه والشطه تحب الفول. اه ليه؟ لان الكمون بيتحط على الفول وهو بيتهرس بالشوكه وقت التقديم. اه ونشوح الفول الحلو ده كده الطعم المصري الجميل اهو، نشوحه مع يا عم الشيف مع البصلايه والقرن الفلفل. اللهم صل على النبي. انا عايزك تعملي بصاره النهارده لاولادك بالطريقه اللي انا بعملها دي كده، وفاجئ جوزك، خليه يقول لك يا ماما جت النهارده، هتقول له ليه يا حبيبي؟ لا البصاره دي انا اكلتها من ايد ماما. طبعا لو مامته موجوده ربنا يديها الصحه وطيبه العمر، لو مامته متوفيه يقول لك الله يرحمك يا ماما، انت يعني بقى ماما تانيه عندي. اسمعي الكلام الحلو بقى، خلي بالك. اه شفت البصاره الفول؟ اه فاجئيه بيها. دايما عايزه تعملي جسر المحبه وجسر الحب وجسر المحبه بينك وبين الزوج والاهل، اعملي الاكلات بتاعه ماما او مامته. اه ادي الفول مع البصله مع الفلفل بالشكل ده كده، وحاطين ملح، خلي بالك اوعى تنسى وتحط ملح تاني، هيحرم ياكل البصره من ايدك، هيقول لك دي مش ننزل بالميه المغليه. اه العب. اه هو ده بس خلاص، ونسيبها تستوي. الوش ده كله خلي بالك يا لغايه كده زي الفل. اه واسيب الفول ده يا عم يستوي بقى بالشكل ده كده. يا غالي الله يديك الصحه، شوربه فراخ وشوربه لحم ايه بس يا عم؟ انت مخرج شاطر، ايه اللي يدخلك في الموضوع ده؟ بيقول لي مش ممكن نستبدل الميه دي بشوربه فراخ وشوربه لحمه؟ انا هسيب المشاهدين اللي يردوا عليك بصراحه يعني. يعني بص يعني قول حاجه بس يعني الواحد يقدر ان هو يقول انك انت تعرف تخش المطبخ. بيقول لي ممكن نستبدل الميه، وفي حاجات كده يعني ايه مخرج بقى وعايز يعني ايه تفاصيل التفاصيل. لا ما ينفعش خالص يعني، انت مخرج شاطر. اه ما ينفعش استبدل الشوربه دي او الميه دي بشوربه فراخ ولا شوربه لحم. البصاره بريئه من شوربه الفراخ ولا شوربه ممكن صيام البصاره، صيام من الاكلات الصيام. اخواننا المسيحيين صايمين، ناكل البصاره دي لطيفه بالطريقه الشيف المغذي بيعملها. اهي صيام، اكله صيام اهي، مطلوب مني ان اعمل اكل صيام. اهو اهو يا نعم يا عم مدحت. اهو معانا تليفون تتصل تاني، انا اخد كده نقلب كده. اهو شفت الترويه دي؟ دي ترويه اسمها روع الفول. اه اه نعم يا غالي. أو يعني ده بنشيله بقى ايه نتيجه تخزين الفول، الحاجات دي يفضل ان احنا نرفعه كده يعني. اه ما هو الفول خلي بالك بروتين نباتي، زي ما بنشيل الريم بتاع اللحمه الفول زي اللحمه. اه اه مش هيخسر حاجه طبعا. في رمضان كل عام وحضراتكم بخير، هيكون لنا مفاجآت، كل المطابخ العالميه هنعيد معاها ونخش رمضان هنربدن معاها يعني، هنروح نجيب تاشيره وتذكره وطيار. لا ولا هكلفك جنيه غير انك تقعدي قدام شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه في الخارج وتتابعي الشيف المغازي، هتشوفي كل المطابخ العالميه قدامك كده وانت قاعده زي الباشا، مره الاكل السعودي، مره الاكل الكويتي، الاردني، الفلسطيني، اللبناني، الخليجي، التونسي، المغربي، زي ما انت عايزه، المصري طبعا رقم واحد. حلو الكلام. الفول بيغلى اهو، شفت برضه هنرفع شويه الحاجات الموجوده دي كده. اه 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 شفت كده بالراحه خالص كده نروع عليه. آه. شفت الترويعه دي مهمه جدا. اه خسرناش حاجه. اه وعلى فكره لما تهدي النار يبقى احسن. اه شفت رقت ازاي؟ اه هو بالراحه خالص بمعلقه كده ومغرف. آه. مش هتعرفي تشيلي كده، اقول لك على طريقه ثانيه بس دي طريقه يعني مطوره شويه. حطي تلج في المغرفه دي كده وتحطها كده، تقوم تشيل لك كل حاجه بيضاء على الوش. انا مش عايز اطول حضراتكم، سيبوا الفول يتهرس يستوي كده ويتدمس علشان نضربه في الكبه وفي الخلاط، وبعدين نضيف له الملوخيه والفليفر ونزين طبق البصاره وعروسه البصاره بالكوشه بتاعتها اللي هي التومه مع الكزبره الناشفه ومعلقتين زيت. رجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، مخرجنا عايز يشوف الفول وصل لفين. ايه الحلاوه دي؟ شفت الحلاوه؟ الله ريحة الأرض الطيبة في شوية الفول الحلوين مع البصلاية مع الفلفل الحار، تيجي بقى لحاجة حلوة أوي. أكلة البصارة بيبقى فيها توم، بتعمل مشاكل مع الكولون،
هنعمل حكايه كده بسيطه. الشيف المغاز دايما بيعمل تركايه ما تكلفناش ثلاثه تعريف. دولت شويه نعناع يا بتاع النعناع يا منعنع اهو زي ما هو كده ده اهو. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ دي جريمه. خليهم اسمع كلامي بس، اسمع كلامي يا ست الكل. هخليهم كده بعد غلوه اتنين تلاته تلاقي النعناع ده لونه اتغير، ده الطبيعي. اي خضره بتحطيها وتتغلي في الميه بلونها بيتغير شويه. هنشيلهم زي ما هم كده بعرقهم ونشيلهم من الميه. ايه اللي حصل هنا؟ اللي حصل هنا ان الفليفر والطعم وزيوت الطياره بتاعت النعناع اتنقلت للفول، وميه الفول اللي احنا هنهرسه هتبقى الملوخيه واخده طعم لطيف وجميل. دي طريقه. طب انا ما والله العظيم بالامانه بدات اشم ريحه النعناع بدل الدخان بتاع الفول للامانه والله العظيم، والاساتذه المصورين شاهدين على كده. طريقه تانية ما عندكيش ده، في شويه نعناع يابس، البرطمان اللي انت حطاه في الدولاب اللي فوق البراد بتاع الشاي اللي عادتك اليمين وانت داخله، هتشيل شويه نعناع يابسين تحطهم على الايه؟ على الملوخيه الناشفه وتهلكهم مع بعض. بديل لده، يا ده يا ده. حلو الكلام؟ هنسيب ده زي ما هو. نرجع بقى علشان وقتنا، الفول طبعا عايز وقت كتير في السوى. دي مرحله ثالثه بعد الغسيل والنعم، بعد ما حطيناه على النار. المرحله الثالثه هنا اهيت، الفول ضربناه في قلب الخلاط وحطينا عليه الملوخيه الناشفه. شفت ازاي؟ شفت البصاره بقوامها؟ دي جاهزه بقى. طبعا انا سايب شويه عشان احطهم مع حضراتكم. ملوخيه ناشفه متحضره، بتحطها كده عايز لونها غامق. ام الله يرحمها كانت تعملها بالملوخيه الناشفه، ونقعد ناكل في البصاره دي اسبوع. والله طبق حلو كده كان الواحد ياخده في حضنه مع شويه عيش. كانت بتعمل عيش كده، عيش طري لطيف وحلو. شفت الملوخيه ده بتاعي؟ بص التفاصيل، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. طعم الزمن الجميل. شفت الملوخيه راحت فين؟ شلولو. اكله صيامي 100%. على نار هاديه كده نسيبها تذبح مع الملوخيه الناشفه واخده طعم النعناع. تعالوا بقى نحط التومه بتاعتها. تقلبها كده عشان الملوخيه تدوق. تاخد لون وتاخد طعم. طريقه تانية، السؤال ده من الكنترول، بنحط ملوخيه يا ناس؟ لا ما عنديش، ما فيش. ممكن تحطها بخضره، فلفل رومي وبقدونس او كزبره، بس مش هتبقى زي الملوخيه الناشفه. الملوخيه الناشفه مشهوره هي في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من هنا من على الكورنيش مزبيرو. شفت الملوخيه البصره؟ واول ما بدات الحلقه قلت انا بابا مخضوض لما بعمل اكلات من الزمن الجميل. مهما اتوصل واتعلق في النجفه مش هعمل زي اكلك يا امي رحمه الله عليها، واللي عايشين ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. شايفه النعناع نشيله من قلب الفول اهو، خلاص خدنا اللي احنا عايزينه منه. اوعى تقطعيه من العروق، خلي بالك. الميه هنا طعمها اتغير خالص، حتى البخار اللي طالع منها في طعم النعناع وريحه النعناع يا بتاع النعناع. نشيله كده زي الفل. طيب هنخلي نعمل دلوقتي الطشه بتاعتها اللي هي عباره عن تومه. هنعملها بزيت، ما ينفعش تعمليها بسمنه ولا ينفع تعمليها بزبده. شويه الزيت دول حلوين، دول اللي هيزينوا البصاره بتاعتي. نحط التوم ده كده. الله، شويه توم محترمين، خلي بالك. الله على الريحه، الله على الريحه، الله على الريحه، عينيا، الله على الريحه الجميله، الله على الريحه. طبعا هنحط بقى هنا ايه؟ كزبره ناشفه، مش كزبره خضراء، خلي بالك. كزبره ناشفه مش كزبره خضراء. فين الكزبره؟ ويا سلام لو جبت كزبره ناشفه يا ست الكل وحطيتها في الكبه تبقى طازه وفريش، تشم ريحه الكزبره تبقى لطيفه افضل يعني. ما تجيبيش الكزبره المركونه عندك، لان الكزبره والكمون فيها زيوت طياره، فمع الوقت بيختفي الطعم واللون والرائحه منهم. الكمون، الكزبره، الفلفل الاسود، الحاجات دي كلها جيبي على قدك من عند العطار. يقول يا سلام لو اشتريتك كبه لطحن التوابل بثلاثه تعريف. كبه معروفه كده بتطحن بيها التوابل، او بتيجي مع الخلاط تبعه. الخلاط بيبقى فيه ثلاث قطع، واحد تفرمي فيه التوابل، واحد مش عارف تفرمي فيه التوم والحاجات دي كلها. تخليها تفرمي فيها التوابل افضل بكتير ما تشتريها مطحونه. يعني مش هنقول بقى في مشاكل وبيحطوا لها لخ... انت يا ست قطعي الشك باليقين، وهات الكزبره الناشفه حمصيها واطحنيها.
على قد استخدامك. هات الكمون صحيح زي الفل كده وتلمسيه بايدك تشم ريحته وطحنيه، الفلفل الاسود وهكذا. خلي بالك الحاجات اللطيفه، شفت البصله قصدي التومه، ننزل بالكزبره اهو. الله 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 اهو، دي هزين بيها البصاره بتاعتي. اللهم صل على النبي. اجود بقى انا شويه، اجود انا، انتوا عارفين الشيف المغازي يحب التجويد. شويه بابريكا تدي طعم، شويه نعناع يابس يدوا طعم واقلب دول مع بعض. نعناع يابس، اخوانا الشوام يسموا على النعناع اليابس اللي هو النعناع الناشف يعني، خلي بالكم اهو، بيسرقني التعبير. شفت البصلايه التومه اخليها على جنب بس خلاص زي الفل، هتحط على البصله لما نغرف دلوقتي. حلو قوي، هنسيب كل حاجة زي ما هي كده، التومة جنب البصارة الجاهزة والغلوة هنا بتاعتنا الجميلة، مش هنغرفها دلوقتي. هنطلع بمقادير سندوتشات الكبدة الاسكندراني لأطفالنا الحلوين اللي هيعترضوا على البصارة، وأنا مع أنا مش مع ضد الاعتراض. ليه؟ لازم ياكلوا بصارة. تعالي كده للأولاد اللي هم مفيش غير البصارة النهاردة وعيش وسلطة بس، هو الجعان هياكل. خلي بالك عايزين نغرف البصاره، هنغرفها هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السرفيس ده كبير حلو كده، يلم العيله والحبايب والقرايب والجيران والجار لجاره في طبق بصاره حلو كده. صباح الخير يا ام محمد، عامله بصاره النهارده تستاهل بقك، اديها طبق البصاره هيرجع لك الطبق فيه زلابيه، رز بلبن، بلح الشام. جاي رمضان كل عام وحضراتكم بخير، الجار لجاره والمناسبات الحلوة. شايفة البصارة نازلة في الطبق بتتكلم مصر، واخدة ملوخية ناشفة. الله. طبعا كانت أم الله يرحمها تعبها في طبق صغيرة كده، وتخش تلاقي الإيه، كانش فيه بقى صالون ولا الكلام ده، إحنا ناس فلاحين يعني، تحطها على الكنبة والله العظيم تلاقي الكنب مليان أطباق بصارة، واحد لخالتك وهيبة، واحد لخالتك أم السعد، وهكذا. اللهم صل على النبي. حلو، زينيني يا عروسه، اساسي اساسي اساسي. شفت بقى الحلاوه، شفت الحلاوه، شفت الجمال ده كده، شفت الحلاوه. اجيب التفاصيل دي، الله يبارك لك يا شيخ، الله يرضى عليك. هنا هنا، ما تزعلنيش شقايا وتعبي. اكله صيام اهي، استاذن حضراتكم بقى سيبوني لان الريحه بصراحه والشكل والطعم واللون. ايه الحلاوه دي؟ سيبها لما تبرد بقى، بس تتاكل بارده احلى ما تتاكل سخنه للامانه. عشان كده انا غرفتها دلوقتي، عايزه شويه عيش بلدي، عيش برده، مش بلاش العيش الابيض دي، ما بريئه من العيش الفينو. خلي بالك